دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم تمثيلية الأسبوع. المخرج المنفذ زهير جمعة. تمثيلية الأسبوع. تمثيلية الأسبوع. إخراج محسن غازي. الفدية. تأليف هاني شاهين. وانت ماما حبيبي محمد كيف شايفة؟ والله عجبتني كتير يا ماما. بابا محمد، نحن بهالحالة مو لازم نروح نزورهم ونتعرف عليهم؟ لا يا ابو محمد بكير، خليهم بالاول ياخذوا راحتهم بروحة بجية بمشوار بقعدة. يعني الواحد مو لازم اول ما يتعرف على وحدة رأسا يخطبها ويتجوزها. لك يا بنت الحلال، خير البر عاجله. بابا كلام ماما مزبوط، صحيح انا عجبتني البنت كتير، بس قلت معلش خليني أدرس أخلاقها وطباعها بالأول، هذا عمر بدنا نعيشه سوا. طيب بابا مثل ما بدك. أهلين أستاذ، شو بتحبوا تشربوا؟ شو تاخدي حبيبتي؟ والله يا محمد باخد مثلك كابتشينو. أنا لسه ما طلبت. طيب جيب لي قهوة بلا سكر وجيب لي لها كابتشينو وبسكر. حاضر. شو محمد، من هلأ بديت بالأنتفة؟ عم قلك بدي اتغدى مشاوي، يعني بدي اتغدى مشاوي. بلبن ولا بلا لبن؟ محمد لا تتبارد علي، قوم خدني على شي مطعم حاكم أنا جعتها. طيب لكن لخبر أبي على السوبر ماركت وقل له أنه يمكن اتأخر شوي. ايوه هلأ إذا بدك يعني تاخدني لنروح نتغدى أنا وياك بشي مطعم، بدك تاخد إذن من أبوك؟ هدى قبل ما تقطشي وتلحشي، عرفي شو عم تلحشي؟ هلأ كل هالمحاضرة مشان كليين لحمة مشوية؟ شو؟ شو هدول كليين لحمة مشوية؟ قبلكي ما كف عنها كيلو؟ إن شاء الله من هلأ بدك تطبشيها؟ إلك أن تنطبش الشربة براسي وآكل فلافل؟ لك لعيونك، خلص مشاوي ما بتكوني إلا رايقة وحياتك. إيه أنا شايفة طول ما لنا قاعدين هون عم نلت ومنعجن ما رح نتغدى حتى الفلافل. يلا قوم تحرك. يلا خليني اتصل بأبي، أنتي بتعرفي أنا ما بترك السوبر ماركت إلا وقت الضرورة، لأنه أبي زلمة كبير وما بيهون علي أتركه يتعب لحاله بالشغل. يعني اتعب أنا معلش؟ ليش حبيبتي أنتي بشو عم تتعبي؟ هذا الجوع اللي هلأ عم عاني منه مو تعب للمعدة تبعي؟ بعدين شوفني من يوم ما خطبتني لهلأ قلبت على نصي. شوف محمد، يا بتاخدني وبتغديني مشاوي يا أما هلأ بزدتلك خاتمك وكان الله يحب المحسنين. لك شو محسنين وشو مسيئين أنتي التانية، طولي بالك ما في مشكلة، الخاتم رح أخده بس بدي أحرمك من الغدا. ها محمد لهون وبس، ها قوم اتحرك وحاجتك تلسي، وإلا والله بقلا لأمي إنك ما رضيت تغديني. ها شو يعني أمك بتخوفني؟ أمي هلأ صارت حماتك طبعاً لازم تخاف منها. لك إيه ستي لا تقولي عنيب ليصير بالسلة، لساتني لحد هلأ عزابي ويمكن غير رأيها. إيه والله بنتفك، شو تغير رأيك ما تغيره؟ عم قلك يمكن،
ما عم قول بدي غير رأيي. هلأ حاجة أخدو رد. يلا خد إذن من أبوك وخلينا نمشي، وإذا بدك كمان خد إذن من أمك وإلا إنك رح تغديني فلافل. مشاوي مشاوي، شو رجعت بكلامك؟ لك صحيح والله ذكرتيني، خليني خبر أمي إلا أنه مالي جاي على الغدا. هلأ كل هالديباجات خلقت لي إياها مشان هالغدا؟ شايفة إنك رح تطالع من عيوني عامس. إنك حبيبتي شو عامس وغامس، أنت عيوني وقلبي وروحي. معقول يعني ما غديك؟ أي والله بتعملها. لحظة لحظة، هذا بابا عم يتصل فيني. يا الله شو ابن حلال. شفتي هلأ كنت عم بذكره وعم قول بدي أحكي معه قام سبقني. ألو أهلين بابا. مو البابا يا عيون، البابا أبوك عنا. إذا بدك تشوفه مرة تانية بتحضر لنا 2,000,000 ليرة، معك مهلة 24 ساعة فقط. ويا ويلك إذا خبرت حدا. شو أنت مين وشو عم تحكي؟ وشو 2,000,000 ليرة؟ ألو ألو ألو. خير محمد؟ في شي؟ مصيبة يا هدى، مصيبة. ايه وين ما صار هالشي؟ والله يا سيادة النقيب، هلأ من شي نص ساعة كنت أنا وخطيبتي بالكافيتيريا، أمرن الموبايل طلعت على الرقم لقيته رقم أبي، فكرت بده مني شي. ايه قام طلع لي صوت واحد غريب قال لي أبوك عنا، وإذا بدك تشوفه مرة تانية بتحضر لنا 2,000,000 ليرة، ومعك مهلة 24 ساعة. ويا ويلك إذا خبرت حدا. يعني حكى معك من موبايل أبوك؟ أكيد مشان ما ينكشفه، لا شك إنه عصابة كبيرة. مشان الله يا سيادة النقيب اللي شو ساوي هذا أبي؟ طول بالك يا أخ محمد. سيدي محمد، أنت ما بتقدر تعمل شي غير أنك تأمن المبلغ مبدئيا، هيك موضوع بده دراسة وتفكير ووضع خطة للقبض عليهم، وإلا بتفشل العملية وبتخسر أبوك وال2,000,000 ليرة. وسيدي أنا هلأ منين بدي جيب له 2,000,000 ليرة؟ هلأ هذا السؤال أهم من كل شي حاليا، لازم تدبر حالك يا سيدي. السوبر ماركت تبعنا كلياتها ما بتسوى 1,000,000. بيتكم ملك؟ ايه نعم، بس شو يعني نبيعه؟ ليش بينباع بين يوم وليلة؟ طيب سيدي شو الحل لك؟ دروس الموضوع وشوف شو في عندكم ذهب، سيارة خاصة، مصاري بالبنك، أملاك، لازم تأمنوا هذا المبلغ لنقدر نتصرف. خد هاي رقمي مشان تتصل فيني عند الضرورة. يسلموا سيدي. ولهون اوعك تجي أبدا، لأنه هلأ ببلشوا يراقبوك، أي شي بصير معك خبرني على الموبايل. علامتي يعني شلون خطفوه؟ لك ليش؟ بدهم 2,000,000 ليرة ليتركوه. 2,000,000 ليرة؟ لك الله لا يوفقهم، منين بدنا نجيبهم هدول المصاري؟ منين لك امي؟ والله خايفة على ابوك، خايفة يزوه، ابوك ما بيلقنكش لك امي. والله يا ماما لازم من هون لبكره المساء نأمن المبلغ بأي شكل. لك منين بدنا نأمنه؟ والله مالي عرفان، مبلغ ماله صغير. طيب طيب امي، خذ ها هي الأساوي. خدني هي وحدة وهي التانية تقبلني، انزل بيعون تقبل قلبي. ولا أنا بحكي مع سهرك مازن وسهرك عماد وبشوف شو بيقدروا يأمنوا لنا. أنا هلأ رايح المحل شوف شو في بصندوق الحديد وجيبه. إيه ورح أسأل هالجيران بالسوق بركي بيقدروا يساعدونا. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. نعم. مرحبا سيادة النقيب، أنا محمد. أهلين محمد، طمني شو صار معكم؟ سيدي أمنا المبلغ وهلأ عم بستنى ليخبروني. طيب ماشي، يعطيك العافية، أول ما بيحكوا معك عاطيني خبر. يلا مع السلامة. يا مساعد صلاح، مساعد صلاح. نعم سيدي. بالنسبة لموضوع محمد يلي انخطف أبوه، بدي إياك تكون جاهز 100%.
جهز دورية من 4 سيارات، بدي تلاحقوه من بعيد لبعيد من وقت ما يطلع من بيته لوقت ما يرجع، واوعى يغيب عن عينكم ولا لحظة. حاضر سيدي. ألو؟ المبلغ جاهز؟ إيه إيه جاهز. هلأ بتطلع من بيتك بتلاقي شنتاية على الباب بتحط فيها المصاري وبتنزل تاخد تاكسي تتوجه لطريق الربوة. إيه وبعدين؟ ألو؟ ألو؟ إمي شو صار معك تقبلني؟ سكروا الخط. إيه يعني شو قالوا لك؟ نعم ايه محمد في شي جديد؟ سيدي طلبوا مني اطلع على طريق الربوة. نفذ يلي بيقولوا لك عليه ولا تخاف، نحن معك. مع السلامة. يا مساعد صلاح. نعم سيدي. يلا رح ينزل من بيته، شوف شغلك. حاضر سيدي. نعم. قول للشوفير ياخدك على شاي دروان قبل السكة بشوي، في مطعم على اليمين اسمه الحياة حلوة، تنزل من السيارة وتفوت على المطعم وبتقعد تتغدى وبتستناني لخبرك. تفضل استاذ، هاي الليسة. يسلمون. خلص جيب لي شرحات مطفاية مع السيرفيس. حاضر استاذ. الو نعم. بعد ما بتاكل الشرحات المطفاية بتشرب فنجان قهوة بتستنى مني خبر. انتبه ولا نحن مراقبينك، اي حركة منك ما بتعود تشوف ابوك بحياتك. شو صلاح وين انتو هلأ؟ سيدي نحن هلأ منتشرين الأربع جهات حوالي المطعم يلي فات عليه. طيب خلي 4 من عناصرك يفوتوا على المطعم بصفة زباين ويراقبوا الوضع وخبرني أول بأول. ولو تربيتك سيدي، أنا حاطط 5 جوا، واحد منهم قرصون واحد عامل نظافة عم يحوم حوالين الهدف. تفضل استاذ، وهي القهوه. يسلمون. اياتك. الو نعم. بعد ما بتشرب القهوه بتطلع لبرا وبتاخد تاكسي وبتكمل طريقك باتجاه دمر، واول حاويه زباله بتشوفها على يمينك تنزل من السياره وبتحاسب التاكسي وتحط الشنتايه فيها تا
تاخذ تاكسي تانية وبترجع على بيتك. طيب وابي؟ قل لي يا اخي وينه ابي؟ ايه صلاح، شو صار معكم؟ سيدي اخذ تاكسي وراح حط الشنطة بالحاوية وراح اخذ تاكسي تانية وراح. معناها خليكم مراقبين الحاوية لانه اكيد هلا رح يجي حدا وياخدها. امرك سيدي. أمي وبعدين هي صارت الصبح ولهلا أبوك ما رجع. أمي موبايل أبوك مو معون؟ بلا أمي معون. طب اتصل فيهم واسألهم. حاولت يا أمي حاولت، برات التغطية. ولي على همتي، طب شو بدنا نساوي؟ أمي احكي مع الأمن الجنائي. يلا صباح الخير سيادة النقيب. صباح الخيرات. خير صلاح، شو صار معكم؟ سيدي هي صارت الدنيا على بكرة وما حدا قرب على الحاوي. معقول؟ معناها مرابينكم. طيب جيب الشنطة ورجع على الفرع. حاضر سيدي. يا شرطي توفيق. نعم سيدي. روح جيب الشنطة من الحاوية ورجع بسرعة. حاضر سيدي. توفيق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. استشهد؟ شلون هيك صار؟ سيدي بعد ما أمرتوني يجيب الشنطة قلت له يروح ينزل يجيبها ويرجع بسرعة. لما وصل لقدام الحاوية لسه ما مد إيده عليها، والعياذ بالله يا سيدي طلع هذاك الصوت وتوفيق ما عاد بين له أثر. رحمة الله عليك يا توفيق. الله يرحمه. سيدي شلون بدنا نخبر أهله؟ هاي يتركوه علي، بس مو معقولة يعني يفجروا الحاوية ويتركوا مليونين ليرة مشان يقتلوا شرطي. أكيد في إنا. طلب لي محمد خليه يجي لهون نشوف شو القصة. حاضر سيدي. سيدي اتصلوا فيني هلا وقال بدهم مليونين ليرة ومعي مهلة بس لبكرة المساء. معناها المصاري راح يتحرق. شو بدي أعمل سيادة النقيب؟ منين بدي أعمل لهم مليونين ليرة من هون لبكرة المساء؟ هلا أنت دبرهم بأي شكل، وأنا بوعدك إلا من رجع لك ياهن هو أبوك معهن. لك يا عمي ليش ما حكيت هيك من الأول؟ أنت خطيب بنتنا هدى وصرت مثل ابننا. ما بقدر يا عمو أبو سامر، ما بقدر. قالوا لي إذا بتخبر حدا أبوك ما عاد تشوفه بحياتك. وهلا شو رح تعمل محمد؟ والله يا هدى ما بعرف. تربطوا إيدي والمليونين ليرة هادينك راحوا. هلا بقى صار بدنا غيرهم، منين بدنا نجيب؟ ولا يهمك ابني ولا يهمك، نحن قد الحمل وزيادة. أبو سامر تنزل بكرة بتسحب لنا من البنك مليونين ليرة وبتعطي إياهم. والله عمرك أطول من عمري،
أنا كنت هيك بدي أحكي من الأول. الله يخلي لي إياكم، والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا عمو. لا تقول شي لك ابني، أنت رح تصير صهرنا. وبشعر سامير. معناها بكرة الصبح أنا بجيب لك ياهن على البيت، منيح هيك؟ شو هالمصيبة اللي وقعنا فيها لك أمي؟ لك شو هالمصيبة بلي على أمتي؟ لك ليش عم يصير معنا لك أمي؟ شو بدنا نساوي يا أمي؟ ما فينا نقول غير لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي سلمنا أمورنا لله. إيه والله يا أمي، بس أنا يا أمي خايفة كمان ما تصلن المصاري يقوموا يقتلوا لأبوك ويروح المصاري وأبوك يبعت لي حمالي. شو بدنا نساوي يا أمي؟ هاي النقيب خلدون مهتم كتير بالموضوع، هذا أكتر شي فينا نعمله. أمي اتصل فيه للنقيب خلدون امي، قل له انه نحن مقايسين على المصاري، ياخذون ما بدنا اياهم بس يرجعوا لنا ابوك بخير وسلامه. يا حبيبتي النقيب خلدون شو بيطلع بايده؟ على كل لنشوف شو بده يصير من هون للمساء. اهلين هدى. صباح الخير مرت عمو. اهلين تقبريني. اهلين، فوتي امي. كيفك محمد؟ أهلين حبيبتي. خود هاي المصاري، هدول المليونين ليرة. يسلموا إيديكي. الله يسلمك. ها هدول أكيد هنين. ألو، الساعة 6 المساء بتروح على مدينة الملاهي ومعك الشنتاي، الشنتاي اللي فيها المصاري. وقعك تتشاطر مرة تانية وتخبر حدا. ها إيه وبعدين؟ ألو ألو، تسكروا الخط. قولي على قامتي. طيب امي شو قالوا لك؟ قالوا لي الساعة 6 المساء بتروح على مدينة الملاهي. اي وبعدين؟ وبس سيدي، سكروا الخط. محمد انت متأكد انه بيتصلوا فيك من نفس موبايل ابوك؟ ايه طبعا طبعا. هذا يلي كاسر لنا ايدنا ورجلنا، هنين شايفيننا ونحنا مالنا شايفينهم. طيب انا هلأ شو ساوي؟ انت بتنفذ يلي بيقولوا لك عليه والباقي علينا. لا تخاف، نحنا محاوطينك من كل الجهات. اي بابا، انت وصلتي المصاري؟ اي بابا، وانا عنده اتصلوا فيه وقالوا له المساء الساعة 6 بيروح على مدينة الملاهي. اي الله يكون معهم، والله ما بيستاهلوا لا هو ولا امه ولا ابوه. اي معناها بنتي الله يرضى عليكي، انت روحي لعند مرت عمك عدي عندها ولا تتركيها لبين ما تنتهي هالمشكلة. ايه وانا كمان رايحة معها، لازم ما نتركها بهيك ظرف. ايه اصبح بتعرفي انا شو رح اساوي؟ شو رح تساوي؟ رح اروح على مدينة الملاهي ودور عليه، وبس لاقي راح أضل وراه من بعيد لبعيد. لا اوعى، ما بدنا تنتزع الطبخة ويروحوا المصاري ويروح أبو محمد معهم. أنا مو من شان المصاري، أنا من شان أطمن على صهري وبس. بابا الأمن الجنائي لاحقينه على الدعسة، لا يكن لك فكر. يلا ماما فوتي البسي لنمشي. حاضر ماما. لك هي صار لي مدينة الملاهي ساعتين وبعدين. مساعد صلاح، أنا بالمكان، أنت وين؟ سيادة النقيب نحن وراه خطوة بخطوة، كلياتنا متنكرين بملابس مختلفة. برافو عليك يا صلاح، انتبهوا ها، ما بدي تفشل العملية، ما بدي إياها تفشل مثل العملية اللي قبلها. ولا يهمك سيدي، نحن عيوننا عشرة عشرة عليه. سيدي فتح موبايله يمكن عم يتصلوا فيه. يلا بالتوفيق، إلى اللقاء. على يمينك في لعبة اسمها قطار الرعب، شايفة؟ إيه شايفة.
بتوقف على شباك التذاكر، بتقطع تذكرة، بتفتح الشنتاية وبتطالع منها 1000 ليرة، بتعطيها لقاطع التذاكر وبتخلي الشنتاية مفتوحة، بس يقلك ما معي كمل لك، بتسكر الشنتاية وبتقول له مسامح بالكمالة، وبس يفوت القطار على النفق بتترك الشنتاية على الكرسي، ولما بتطلع رأسا بتروح على البيت. فهمت شو قلت لك؟ أمرك أمرك. طيب وأبي؟ ألو ألو. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعطيك العافية. أهلا وسهلا أمر. بدي تذكرة للقطار بالله، قديش حقها؟ 200 ليرة. طيب ماشي تفضل، بس ما معي كمل لك على 1000 ليرة. ايه مو مشكلة، مسامح بالكمالي. شكرا لك، تفضل هاي التذكرة وشرف لجوا. إلى كل العناصر انتبهوا، الهدف صار جوا. هلأ بدي منكم كل واحد بيطلع من جوا تشوفوا إذا في شي بإيده وتفتشوا. حاضر سيدي. علم فتحي أنت فين؟ سيدي أنا جوا بالقطار وراه تماما للهدف، وهلأ فات القطار لجوا، بس المشكلة أنه جوا عتمة سيدي. خليك مراقب كل شي لا تصيروا برا. حاضر سيدي. شو صلاح؟ شو صار معكم؟ سيدي دقائق وبتنتهي العملية بإذن الله. خبرني بكل شيء أول بأول. حاضر سيدي. الله معك. يلا يا شباب، القطار طلع من النفق ووقف والزباين بلشت تنزل منه. حضرة المساعد، نحن صرنا برا وأنا ورا الهدف بس ما في بإيده شنطة. كيف هيك؟ وين راحت الشنطة؟ هذا يلي محيرني سيدي. معناتها أكيد الشنطة تمت جوا. شو أعمل سيدي؟ ارجع قطع تذكرة وفوت مرة تانية إلا ما نكتشف شي. طيب أمرك سيدي. شو صلاح؟ شو صار معنا؟ سيدي طلع الهدف من جوا بس اختفت الشنطة، وهي طلع آخر راكب. لحظة سيدي لحظة، ها ليك الشنطة، هي طلع آخر واحد من جوا وهو حاملها. بإذنك سيدي. يا سعيد ألقي القبض على هذا اللي بإيده الشنطة وجيبه لهون. أمرك سيدي. هات الشنطة وارفع ايديك لفوق. خير؟ شو في؟ ومين انت؟ امشي قدامي وبلعلاك، امشي لشوف. لك طول بالك، شو في؟ شرف سيدي، هي جبته هو والشنطة. هي الشنطة لك؟ نعم، نعم الي سيدي. وشو فيها؟ ما فيها شيء سيدي، فاضية. فاضية؟ ايه نعم فاضية. والمصاري؟ نعم. أنو مصاري؟ 1,000,000 ليرة. أنا سيدي أنا مليونين ليرة سيدي يلي كانوا فيها. سعيد افتح الشنطة. حاضر سيدي. سيدي الشنطة فاضية. العمى ولا وين رحت بالمليونين ليرة؟ يا سيدي الله يخلينا ياك، أنا مليونين ليرة إيه، أنا بحياتي ما شفت أكثر من 50,000 ليرة. المصاري اللي كانوا هون بالشنطة وين رحت فيهم؟ يا سيدي الله يخليكم، والله لا شفت مصاري ولا شفت شيء. لكان كيف وصلت الشنطة لإيدك؟ يا سيدي يا سيدي، وأنا طالع من جوا لقيتها على الكرسي، قمت حملتها، قلت لحالي أكيد لشي واحد نسيها ودي وصل لها. سعيد أمرك سيدي. حطوه بالسيارة هلا سيدي، بعدين منشوف شو وضعه. حاضر سيدي. سيدي تطول وقت. امشي. سيدي عملت مثل ما قلت لي وفتت مرة تانية، بس للأسف ما لقيت شيء أبدا. لقيناها للشنطة بس فاضية. فاضية؟ شو يعني؟ يعني قاموا المصاري من جواتها وتركوها فاضية مشان التضليل. أيوة، وهلأ شو التعليمات سيدي؟ بما أنه ما شفنا حدا من اللي طلعوا من جوا حامل بإيده شيء، وبما أنه المبلغ أكبر من أنه ينحط بالجيبة، فمعناها أكيد المبلغ لساته جوا. طيب شو نعمل نحن هلأ سيدي؟ امشي معي خلينا نشوف عامل القطار. مرحبا. أهلا وسهلا أمر. أنت بتشتغل هون؟ نعم. شو اسمك؟ ليش؟ جاوب على السؤال. اسمي محسن. أنت مسؤول عن لعبة القطار؟
اي نعم، ليش في شيء؟ نحن امن جنائي، بدنا نفوت لجوا جوله تفتيشيه. شو جوله تفتيشيه؟ ومنشان شو؟ هذا مو شغلك. بس عفوا انا ما بقدر خليكم تفوتوا الا اذا جبتوا لي اذن من مدير الملاهي. سعيد. نعم سيدي. حطوه بالسياره. لا 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 سيدي، بلا السياره. تفضلوا تفضلوا فوتوا. يلا شباب شوفوا شغلكم. سيدي بس خليه يشعلنا الضو جوا لانه كتير عتمه. حاضر حاضر. يلا. شو صار معكم يا صلاح؟ سيدي لقينا الشنطه مع واحد كان جوا بس فاضيه. شو يعني فاضي؟ فشلت العمليه؟ لا سيدي، نحن هلا عم نفتش المكان بسرعه. يا صلاح انا عم بستنى على نار. ولا يهمك سيدي. يا شباب ما بدي اوصيكم، انتوا لازم تعرفوا من حالكم، ما بدنا نخلي قرنه الا ونفتش فيها. انكتوا المكان نكت، بدنا نلاقي المصاري. حاضر سيدي. شو يا فتحي، ما صار معك شيء؟ ما لقيت شيء؟ احترامي سيدي، جوا ما في شيء ابدا، نكتنا الارض وتحت الكراسي بس ما لقينا شيء. طيب تعال يا محسن قل لي. نعم سيدي. انت بتنام هون وعاده ولا بتروح على بيتكم؟ لا سيدي، انا هلا بس يروحوا كل العمال بسكر الملاهي بروح على بيتي. بس انا شايف ما بقي غيرك بالملاهي. مزبوط سيدي، وهي ليكني عم ضبضب اغراضي وماشي. اذا بدك طلع معنا لنوصلك. لا سيدي شكرا، انا عندي بسكليتي، بتسمحوا لي امشي؟ مع السلامه. تعرف يا سعيد ماني مستنفه بنوب لهالزلمة، ما عجبني أبدا. شو نساوي هلأ سيدي، نرجع على الفرع؟ بالعكس، هلأ بدي شغلنا. ما فهمت عليك سيدي. يا ابني المصاري جوا. سيدي ما خليت قرنة إلا ودورت فيها. ايه بس في قرنة انت ما بتعرفها، المصاري موجودين فيها. لكن مين بيعرفها سيدي؟ شوي تانية بتعرف مين اللي بيعرفها. هلأ اخفوا السيارات وانتشروا حوالي المكان كله. سيدي وهذا يلي لقينا معه الشنطة شو نساوي فيه؟ هذا واحد درويش، عطوه الشنطة خليه يفرح فيها وأخلوا سبيله. حاضر سيدي. مساء الخير ماما. وصباح الخير امي، طلع الضو؟ محمد طمنا. والله ما بعرف يا هدى، مثل ما قالوا لي ساويت وغير هيك ما بعرف شي. ايه وشو قالوا لك مرت عمو؟ سيدي نحن هلا ناصبين كمين، وانا حاسس انه توقعاتي بمحلها. طيب ماشي، بتحكي لي اول باول وبتحطني بالصوره. حضره المساعد. عفوا سياده النقيب، لحظه. خير سعيد شبك؟ سيدي شايف في حركه هنيك ناحية القطار. هي هي توقعاتي. سياده النقيب انا اسف برجع بحكي مع حضرتك، في شيء مهم كتير صار هلا، عن اذنك. سيدي انفتح الباب تبع القطار وفات واحد شاعل بيل. والله قلبي كان قايل لي انه في حدا بده يجي ياخد المصاري. طيب شو نعمل هلا سيدي؟ على مهل لنشوف مين هو بس يطلع من جوا. تعال معي. مين؟ محسن؟ عفوا عفوا سيدي. محسن محسن. شو عم تساوي هون؟ مو على اساس رحت على البيت؟ بلا مزبوط سيدي، رحت على البيت بس. بس شو؟ شو اللي رجعك؟ بس سيدي نسيت صندوق العدة هون، قمت جيت لاخده. صندوق العدة؟ نعم سيدي. وشو العدة اللي بهالصندوق بقى؟ سيدي مفكات وبنسى وكماشي وشوي شرايط، يعني هيك منشان اذا صار اي عطل هون كهرباء يعني صلحه. طيب طالما هو لتصليح الكهرباء هون، ليش رجعت تاخده معك على البيت؟ تذكرت سيدي انه في عندي التلفزيون بالبيت معطل، بدي صلحه منشان هيك رجعت اخده. وهلا بدك تصلح التلفزيون بعد نص الليل؟ نعم سيدي نعم، لانه انا بسهر وبتفرج على التلفزيون يعني. عظيم، طيب افتح الصندوق لنشوف العدة اللي معك. عفوا سيدي، شو بدك تشوف فيه يعني؟ شو بدي اشوف فيه؟ عم تغش من حالك؟ سعيد. نعم سيدي.
افتح الصندوق لشوف. لا سيدي بوس ايدك، ما دخلني انا والله، ما دخلني. سيدي مليانه مصاري. مصاري؟ شو محسن؟ قلت لي مفك وبينسى وكماشه وشرايط. سيدي الله يخليك، والله انا مالي على هن، هددوني سيدي وقالوا لي اذا ما بتتعاون معنا بنقتلك سيدي. مين هن؟ انا ما بعرفهم سيدي، والله ما بعرف. اسمع محسن، واضح انه انت من العصابه، اذا بتعترف بكل شيء بنساعدك بتخفيف الحكم عنك بالمحكمه، والا بتروح فيها اعدام. اعدام؟ لا سيدي دخيلك، انا تحت امرك. مين انتو؟ كم واحد؟ سيدي نحن سته. سته؟ عبده وياسين ومختار ورشيد وخالد وانا. مين فيكم رئيس العصابه؟ عبده سيدي، عبده. وينه هلا هو؟ بالبيت، بالبيت عم يستناني مشان اخذ له المصاري اللي عنده. وين البيت؟ بمنطقه اسمها المعماريه سيدي. وعبده لحاله بالبيت ولا معه حدا؟ لا سيدي معه اربعه. انت معك مفتاح البيت؟ ايه معي سيدي معي. سعيد فتحي انطلقوا بسياراتكم ورانا، يلا تعال معي. تعال هذا هو البيت سيدي. اسمع هلأ بتنزل بتفتح الباب بهدوء ونحن بنفوت وراك. بس في كاميرا مراقبة حالباب سيدي برا محطوطة، وفوق ضو شاحل، إذا شافوكم بيهربوا على البستان اللي وراهم. أصبح أنت بتفوت هلأ وبتخلي الباب مفتوح شوي وبتعمل شي حيلة لتقطع فيها الكهرباء، ما بدي ضو بنوب، بس نشوف إنه الضو انطفى بنفوت نحن. هنين مسلحين؟ نعم سيدي، معهم مسدسات. طيب روح انت وعمل مثل ما قلت لك. حاضر سيدي حاضر. اوعك تخربط والله بتبعك. حاضر. سيادة النقيب. خير يا صلاح. سيدي المهمة شارفت على الانتهاء، وهلأ رح اعمل مداهمة للعصابة وألقي القبض عليهم. صلاح انتبه، ما بدي ضحايا من عناصرنا. تكل على الله سيدي. بدكن اي مساندة؟ لا سيدي، معي عناصر بتكفي. شكرا لك. يلا يا شباب بدنا همتكن. لا يونك سيدي. شو نعمل هلا سيدي؟ انت خد اربعة من عناصرك ولفهم من ورا البيت، مشان اذا حاولوا يهربوا من البستان تكمشون. انا وفتحي وبقية العناصر رح نداهم البيت. امرك سيدي. يلا شباب وراي. يلا جهز عناصرك للاقتحام. ولا حركة! واقف عندك ده! أبرك! ارمي السلاحك! ارمي السلاحك! واقف لفوق! أبرك يا سيدي! أبرك سيدي! شو اسمك انت ولا؟ عبدو سيدي. عبدو اصبح انت رئيس العصابة. انا عصابة! سيدي! ألقينا القبض على أربعة حاولوا يهربوا من البستان. والرهينة؟ ما لقينا حدا. وين الرهينة ولك؟ وين الرهينة؟ سيدي بوس ايدك! سيدي بوس ايدك! بعطيكم الرهينة وبعطيكم المصاري كله، بس تركوني بحالي. ولك يا حيوان شو عم نلعبك؟ طميما احنا شو نسيت انكم انتو قتلتوا عنصر امن وخاطفين رهينة ومهددين ناس بالقتل؟ ولك وين الرهينة ولك؟ قول سيدي موجود. وين موجود؟ وين؟ تحت بالابو. بالابو مفتوح؟ سيدي هاي مفتاح الابو. سعيد خد المفتاح وخد اثنين من عناصرك وجيبوا الرهينة من تحت. يلا سيدي. وين حاطين المصاري؟ سيدي هون بالدرج. طالعوا على شوف، طالعون. حاضر سيدي. حاضر ليكن سيدي. ديش هدول سيدي؟ بيطلعوا لهم شي 6 ملايين. فتحي امر سيدي، خد المصاري وكلبش هالكلب وطلعوا بالسيارة. امر سيدي، امشي ولعك. امشي يا سيدي والله حيوان. Thank you.
تلقيت القبض على العصابة كلها يا صلاح؟ نعم سيادة النقيب، وهي المصاري اللي لقيناها بحوزتهم، 6 ملايين ليرة، وحررنا الرهينة. وين الرهينة هلأ؟ بغرفتي سيدي، بعت تجيب له أكل. لكن اتصل بابنه خليه يجي لعنا فورا. حاضر سيدي. محمد؟ أيوة، مين عم يحكي؟ أنا صلاح من الأمن الجنائي، بحب بشرك إنه الوالد صار عنا وبخير وسلامة. شلون؟ تفضل لعنا. إيه أمرك أمرك، يلا يلا جاي فورا. شوفي ماما، كمشوا العصابة وجابوا بابا وهلأ هو عندهم. إيه الحمد لله الحمد لله يا ربي. أنا رايح لعندهم. خليني روح معك أمي. لا لا ماما، أنت شو أخذك على أمن الجنائي؟ العصابة صارت بالسجن، وهي الوالد ومعه 4 ملايين، تقدر تاخده وتتيسره. ايه والله يا بابا، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابني. ألف شكر لك يا سيادة النقيب. شكرا كثير سيادة النقيب، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. خاطركم. مع السلامة. صلاح. نعم سيدي. مشان المليونين اللي زادوا معكم. نعم سيدي. بتروح بتعمل زيارة لبيت المرحوم توفيق وبتعطيهم منه 500,000، والباقي تاخدوه أنت وعناصرك لقاء جهودكم. بس سيدي بهيك حالة لا تكمل. بعرف شو بدك تحكي، هذا الأمر إجا من القيادة، هلأ حكوا معي ورح يمنحوا كتاب شكر لكل واحد منكم مع إجازة أسبوع. الله يبارك فيك تقبري قلبي. ألف مبروك. تسلمي لي يا مرت عمو، تسلمي لي يا ماما. خلص تقبري قلبي. إيه والله رجعت أبو محمد بتسوى الدنيا وما فيها. إيه والله إيه والله. دخلك والمصاري شو صار فيهم؟ ربك حميد رجعوا لنا كل المصاري. إيه الحمد لله. 4 ملايين؟ إيه الحمد لله. الليلة فرحة كبيرة كتير. 3 فرحات، رجعت أبو محمد ورجعت المصاري وعرس محمد وهدى. يا جماعة اسمحوا لي أحكي هالكلمة. شريف. يلا محمد. أنا بدي أشكركم كلياتكم، وبدي أشكر كل اللي وقفوا معنا بمحنتنا، ومنهم عمي ومرت عمي وخطيبتي اللي هي هلأ صارت زوجتي. وكمان بدي أشكر الأمن الجنائي اللي سهران على راحة وأمن المواطنين. أيوة والله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. وإذا بتسمحوا لي نقرأ كلياتنا الفاتحة على روح الشهيد الشرطي توفيق يلي اغتالوه بإجرامهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم. الله يرحم كل شهدائنا يا الله. ايه والله. آمين. الله يرحم كل الشهداء ويرجع البلد احسن واحلى مما كان. آمين. آمين يا رب العالمين. الفدية. تأليف هاني شاهين.
ساعد في الإخراج رامز مرتكوش. قدمت لكم دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق، تمثيلية الأسبوع. المخرج المنفذ زهير جمعة. تمثيلية الأسبوع تمثيلية الأسبوع إخراج محسن غازي.